مرحبا بكم من جديد، ونأتي إلى الخبر الثالث يا أبي، وهو قول الكنيسة الروسية بلادنا تقود معركة مقدسة في سوريا. فما هو تعليقك يا أبي؟ ده روسيا نازلة معركة غير شكل في سوريا يا أبي، الكنيسة سوريا بقى في كل العالم بتمثلين سوريا، ربنا يجيب الخير ليها من الكل يا رب ويدي سلام. خلينا نقرا الخبر اللي انت قوليه دلوقتي، قلتيه عشان خاطر نعلق عليه. بيقول ايه؟ اتفضل يا أبي. الخبر بيقول أعربت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا الأربعاء عن دعمها قرار موسكو، قرار موسكو شن غارات جوية في سوريا ضد تنظيم داعش. ووصفت هذا التدخل وصفته بالمصيبة الكبرى، وصفته بالمعركة المقدسة، هذه مصيبة كبرى. وفق ما نقلته فرانسيس بريس، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس قسم الشؤون العامة أن القتال ضد الإرهاب هو معركة مقدسة. رئيس قسم الشؤون العامة يقول وربما تكون بلادنا هي القوة الأنشط في العالم التي تقاتله. بلادنا تقول تعمل، لكن إيش خشخش الكنيسة في مواضيع الحروب؟ دي مشكلة. وفي بيان رسمي قال بطريرك الكنيسة الروسية كيريل يعني كرولوس يعني لقد اتخذت روسيا قرارا مسؤولا باستخدام القوة العسكرية لحماية الشعب السوري من المعاناة التي يلحقها بهم الإرهابيون. والحد هنا مش مشكلة. وأضاف البطريرك الذي عادة ما يبدي رأيه في الأمور السياسية، يبدي رأيه ما فيش مشكلة كمواطن، لكن يتدخل في السياسة ما بينفع في الاستاب. مؤيدا للكريملين أن التدخل المسلح ضروري يا راجل، لأن العملية السياسية لن تؤدي إلى أي تحسن ملحوظ في حياة الأبرياء المحتاجين إلى الحماية العسكرية. سيب الكلام ده الجماعة العسكريين يقولوه، مش الكنيسة، الكنيسة رسالة سلام وحب. المهم، وتحدث عن معاناة المسيحيين في المنطقة وخطف رجال الدين المسيحيين وتدمير الكنائس، مضيفا أن معاناة المسلمين لا تقل عن ذلك. كويس، يعني انت راجل منصف دلوقتي، حلو. المسيحيين بيعانوا وبرضو مع المسلمين الذين يتبعون مذهب مكة أو قرآن مكة برضو بيعانوا، لكن اللي بيتبعوا قرآن المدينة دلوقتي في داعش وفي النصرة وفي الكسرة وخلافه يقول الخبر برضو من جانبه أعرب طلعت تاج الدين رئيس الإدارة الروحية المركزية للمسلمين في روسيا عن دعمي للتدخل العسكري. ده راجل مسلم يقول دعمه للتدخل العسكري، هو حر لان دينه بيحض على كده وبيسمع بكده. وقال ان السوريين هم جيراننا، جيران روسيا يعني. وقال في تصريح نقلته وكالة رابانوفسكي الرسمية للانباء، نحن ندعم تماما، هي وكالة رايا نوفوستي، نحن ندعم تماما استخدام كتيبة من القوات الروسية المسلحة في القتال ضد الإرهاب الدولي. حلو، بيقولوا اللي بيقولوا كويس، مش مشكلتنا. وأكد تشابلن أن مجلسا يمثل الديانات الرئيسية في روسيا والأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية سيصدر بيانا مشتركا حول دور روسيا في سوريا. وقال تشابلن في هذا البيان
سنؤيد القرار الذي اتخذته حكومتنا. كتصرف من ايه؟ حكومة، من الهيئة المجتمعة يعني. ده الخبر. طيب قدسك بقى علق لنا على الخبر يا أبي عشان انت شوفي. كنتش مبسوط. شوفي، اولا انني اعود واقول ان ما قامت به روسيا بضرب الارهاب في سوريا كمواطن عالمي بقول ان ده عمل عسكري قامت به دولة وضد الارهاب، من حقهم، عمل مشكور. فالواقع ان امريكا، لا امريكا ولا كل الدول الاوروبية استطاعت ان تفعل شيء. صح. لسبب خفي، وهو انها لا تريد ان تقضي على داعش. هي بقى بدها الحرب بسوريا، ده شو؟ بل هي التي ترعاها. يس. وترعى الحركات المتطرفة في سوريا وفي كل الدول العربية. تبعت لهم اسلحة كمان. ده اولا. ثانيا تعجبت جدا عندما قرأت الخبر التالي عما قاله أوباما بخصوص بشار الأسد والمسيحيين في سوريا. أوف. إيه بقى بيقول إيه؟ بيقول إيه أتسبونا؟ يقول: التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفد بطاركة مسيحي الشرق في البيت الأبيض. تشكر. حلو. بحضور مستشارته لشؤون الأمن القومي اللي كانت وياه في الصورة دي اللي شفناها يعني، سوزان رايس. واستمر اللقاء مدة 35 دقيقة، كتر خيرك. قدم خلالها البطاركة ورقة مشتركة وموحدة باسمهم وباسم ممثلي البطاركة الذين لم يحضروا. يس. حلو. يس. طيب. وعرضوا فيها وضع مسيحي المنطقة والأخطار المحدقة بهم. yes. هل بيعبروا عن رأيهم وبيشتكوا لهيئات عالمية كبرى لعل وعسى أنهم ينصفوا الوضع. yes. وكان أبرز ما في اللقاء بحسب ما أكدت مصادر الوفد الكنسي للأخبار، جريدة الأخبار يعني. yes. أن أوباما خلال حديثه عن وضع الأقليات في المنطقة قال العبارة التالية، وناخد بالنا من العبارة التي قالها الحج البراق حسين. ما براق أصلها البراق، هيضحكوا علينا، أبوه سماها البراق يعني الحمار اللي ركبه النبي وصل به لسدرة المنتهى. فهذا البراق حسين قال: نعرف أن الرئيس بشار الأسد يحمي المسيحيين في سوريا. يا سلام يا سلام. طب وضده ليه يا حج حسين؟ يا حاج حسين ضده ليه؟ يقول لك ايه؟ كملت الخبر، يقول لك ايه؟ فاجأت هذه العباره الحاضرين. ما كانوش متوقعين ان هو هيقول ان الاسد بيحمي المسيحيين. بس ماذا كان يقصد اوباما؟ الحاج حسين اوباما، الحق البراق حسين الشيخ، كان بيقصد ايه بالعباره دي؟ يعني كان مبسوط يا ترى بما يفعله بشار انه بيحمي المسيحيين، ولا زعلان انه بيحمي المسيحيين وعشان كده بيشجع الدواعش انهم يعيثوا في الارض فسادا؟ يبدو حسب تصوري يعني انه لم يكن مبسوطا لانه مصر الى الان، رغم هذه القولة الشهيرة، مصر على عزل الأسد. اللي بيحمل مسيحيين حسب رأيه يبقى عاجبه. ألم أقل سابقا أن البراق ابن الحج حسين
الذي لا زال مؤيدا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين، لا زال هو وراء هذه الأحداث الدموية في سوريا الشقيقة وفي كل الشرق الأوسط. ثالثا، نأتي للتعليق على تصريح بطريرك الكنيسة الروسية بخصوص الحرب في سوريا. ما وصف كنيسة روسيا لهذه الحرب في سوريا أو أي حرب في الوجود بأنها حرب مقدسة؟ هو وصف عار من الصحة تماما، فلا يوجد في العهد الجديد آية واحدة تحض على العرب على الحرب إطلاقا لتدعى حرب مقدسة. قدست منين؟ والواقع أن السيد المسيح هو ملك السلام، ويوم مولده أنشدت الملائكة قائلة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ومهما فعل الإرهاب الإسلامي بالمسيحيين فهذا لا يجيز استخدام السيف في مواجهة ذلك العنف. مش سياستنا أن السيد المسيح قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ده المسيح لم يأمر بحرب أو قتال أو سيف إطلاقا. وكلنا يذكر ما قاله السيد المسيح لبطرس أحد التلاميذ اللي مسك السيف والضرب لما جم يهجموا على المسيح، وكل ما قدر يعمله بيد مرتعشة إنه قطع أذن عبد رئيس الكهنة ملاخي. دفاعا عن المسيح عندما جاءوا ليقبضوا عليه قبل الصليب في البستان. إيه قال إيه المسيح؟ قال له: رد سيفك إلى مكانه. وإيه الدليل بقى؟ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. تعتمد على السيف، السيف بدأ بعد ما بتوجهه للغير بيتوجه ليك، مش سياستنا. لهذا ولغيره الكثير في الإنجيل، دعني أقول لك سيدي قداسة الأب بطريرك الكنيسة الروسية، مع كل احترامي لشخصك الجليل ولرتبتك الكهنوتية كرئيس أساقفة ورئيس لباقي كل الرتب الكهنوتية، ومع عرفاني بحجمي الضئيل أمام مقامكم الرفيع، وبعدم استحقاقي للمس حذائكم، ولكن اسمح لي أن أعبر عن رأيي فيما أفتيت به قداستكم، وليس عندنا مبدأ الإفتاء بخصوص قدسية الحرب، حرب مقدسة. لا يا سيدنا، فأقول أن الإنجيل المقدس هو دستور المسيحية وهو فوق الجميع. والواقع أن الإنجيل منعا باتا أن يقوم أبناؤه بأية حروب، فدع الحروب لساسة الدول يا سيدنا، ولا دخل للدين في السياسة. سيدنا، لا يحل لك أن تقول هذه العبارة، وأرجو في يوم من الأيام أن تعتذر عنها كما اعتذر باباوات روما عما باركوا به الحرب الصليبية في العصور الوسطى.
وقد باركها في الحرب الأولى البابا أوربان الثاني، واعتذرت الكنيسة الكاثوليكية عن هذه الكلمات. أرجو أن تعتذر الكنيسة الروسية أيضا عن هذه العبارة ذاتها التي نطق بها البابا أوربان الثاني. لا يا سيدنا بطريرك الكنيسة الروسية، لا وألف لا، لا يحل لك مثل هذه الأقوال. سامحني قداستكم وصلي لأجل ضعفي. آمين. آمين يا أب سابونا. احنا وصلنا لآخر الأخبار. شكرا جزيلا يا أبي. وهل ممكن قدسك نبتدي أحبائنا المشاهدين ممكن تبتدوا تتصلوا فينا على الأرقام الموجودة الموضحة على الشاشة دلوقتي، ممكن نبتدي ناخذ مداخلات يا أب سابونا؟ بالتأكيد، يسعدنا هذا. آمين. طيب الو، انا مش تفضل عزيزي اللي على التليفون، قول لنا اسم حضرتك ايه وتفضل معاك التليفون. وطي التلفزيون شويه لو سمحت علشان خاطر تقدر تسمعنا من سماعه التليفون. تفضل عزيزي. عزيزي اللي على التليفون يا ريتك تكون سمعنا وتتواصل معنا. تفضل معاك التليفون. ارجو اللي يحب يتفضل يشاركنا في الطرح الذي قلناه او في اي تساؤلات. تفضل بس شاركنا على أرقام التليفونات الموجودة على الشاشة، ونحن سعداء جدا بكل من يتصل بنا ويشاركنا.